بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومستمعينا في كل مكان، السلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أسعد الله مساءكم وطابت جميع أوقاتكم بكل خير ومحبة وسرور. من هنا من أرضية هذا الميدان، ميدان لبصير، نرحب بحضراتكم عبر الهواء مباشرة على قناة الريان الفضائية وعبر الأثير. أهلاً بمن تعنى وحضر إلينا هنا في أرضية هذا الميدان لحضور هذه الأشواط وهذه الانطلاقات المميزة. نعم مشاهدينا ومستمعينا الأفاضل، نصل وإياكم إلى آخر أيام هذه المرحلة من عمر هذا المحلي السادس ومرحلتنا الأولى، هذا هو آخر أيامها بإذن الله تعالى، وسننتقل بعد هذا اليوم إلى المرحلة الثانية يوم الجمعة القادم ويوم السبت القادم. إذن مشاهدينا ومستمعينا الأفاضل، متابعينا في كل مكان، قبل لحظات أعطيت إشارة البداية لانطلاقة أشواط هذا السن لسن الجذاع، سن الإمتاع، بتوفيق من الله وبالجهود المبذولة من رجال اللجنة المنظمة لسباقات الهجن الذين يعملون على قدم وساق لتكون هذه الانطلاقات السلسة ولخدمة هذا الموروث العربي الأصيل. فشكرا للجنة المنظمة لسباقات الهجن ورجالها برئاسة سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل الثاني. الشكر كذلك موصول لنائب رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن سعادة عبد الله بن محمد الكواري، والشكر كذلك موصول لمدير إدارة السباقات والأنشطة مبارك بن محمد بن بادي النعيمي، والشكر أيضا موصول للمسؤول المباشر في هذا الميدان، سواء في ميدان الستة كيلومترات أو الأربعة كيلومترات هنا في ميدان البصير. شكرا لراشد بن ثنيان النعيمي، وشكرا لإخوانه العاملين معه لهذه الانطلاقات ولخدمة هذا الموروث. نعم مشاهدينا الأفاضل، نبدأ مع هذه الرحلة، رحلة الستة كيلومترات لهذا السن، وبدايتنا والمقدمة مع الدوحة، حمد بن خالد بن حمد بن هندي الدوسري من يتقدم هذه الأسماء، ولكن شوف المركز الثاني اللي غيرت في هذه الأثناء. المركز الثاني تصل هنا مثايل، تعود ملكيتها لعلي بن محمد بن سعيد النابت من تتواجد مثايل على المركز الأول، أغيرت في هذه اللحظات وانتقلت بدورها إلى مقدمة هذا الشوط، ولكن ينخطف المركز الأول في هذه اللحظة من قبل فن راشد بن سالم بن حمد آل سنيد المري من يتواجد على المركز الأول. تتراجع مثايل على مستوى المركز الثاني، علي بن محمد بن سعيد النابت. المركز الثالث الدوحة، حمد بن خالد بن حمد بن هندي الدوسري. المركز الرابع الوصول من شقرة، شعيل بن عبد الله بن حمران المري من يتواجد على المركز الرابع. ناخذ المركز الخامس واللي تتواجد فيه الوصول برقدار من تتواجد على مستوى المركز الخامس، تعود ملكيتها لجار الله بن حمد بن جهويل المري على خامس المراكز. هذه نتيجتنا للمراكز الخمسة الأولى المتقدمة، أتممناها على مسامعكم، أتممناها على حضراتكم. أسماء لم يحن موعد دخولها، أسماء ستشاهدونها في الأمتار الأخيرة، ولكن خلونا في صلب الميدان، خلونا مع هذه المعمعة، مع معمعة المراكز الخمسة الأولى، والبداية والمقدمة مع فن تقدم لنا هذا الفن الجميل، تقدم لنا هذا الأداء المميز. معاك يا بن سنيد، معاك يا بن سنيد، فن لراشد بن سالم بن حمد آل سنيد هي من تتواجد مع المقدمة، مع فن وشكلها فن وركضها فن وأداها فن. الله 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 يا أبو حمد، الله
هذه فن، تؤدي هذه العروض الممتازة وهذه العروض الجميلة في أول المراكز وفي أول الأشواط. بينما بن جهويل خطير، بن جهويل خطير للغاية، يحتل المركز الثاني مع بريقدار. من تتواجد بريقدار على المركز الثاني، تعود ملكيتها لجار الله بن حمد. بن جهويل هي من تتواجد على ثاني المراكز، وعينه على بن سنيد. بن جهويل يراقب ويتابع بن سنيد متابعة دقيقة، متابعة جادة. بينما تصل على مستوى المركز الثالث، الدوحة لحمد بن خالد بن حمد بن هندي الدوسري. من تتواجد على المركز الثاني، المركز الثالث شقرة، شعيل بن عبد الهادي بن حمران. من تتواجد على مستوى المركز الرابع، المركز الخامس يصل بن سلعان، يتقدم مع هماليل فهيد بن محمد بن سعيد. بن سلعان من يتقدم مع هماليل على مستوى المركز الخامس. يلا يا متأخرين، يا من يريد ناموس الشوط الأول. نعم مشاهدينا الأفاضل، من يريد من هؤلاء الشباب المتأخرين، هل السبق وهل الهجن المتأخرين، يلحق بنا بركب المقدمة، لأن الناموس والإذاعة وأيضا تسليط الأضواء هي على المركز الأول دائما وأبدا، وخاصة في الشوط الأول الرئيسي. الله يا فن، فن فن مع المركز الأول، فن معاك يا بن سنيد مع مقدمة هذا الشوط. حافظ على هذا المستوى، حافظ على هذا الأداء. راشد بن سالم بن حمد آل سنيد المري، من يتواجد على الصدارة، من يتواجد على المقدمة. يا سلام يا سلام، لا زالت فن هي المستلمة لقيادة زمام الأمور، لا زالت هي القائدة، لا زالت هي المتسيدة. بينما تصل وتتقدم برقدار، جار الله بن حمد بن جار الله بن جهويل قدم لنا برقدار هنا مع هذا الاسم المميز ومع هذا الاسم الصعب للقاية لنا كمعلقين. الله يعيننا على هذا الاسم يا بن جهويل. الله، برقدار هي من تحتل المركز الثاني، وصلت على مستوى المركز الثالث. تقدم بن سلعان مع هماليل فهيد بن محمد بن سعيد. الحليت من يتقدم على مستوى المركز الثالث، يصل بن مقارع، أو هنا على المركز الرابع الدوحة حمد بن خالد بن حمد بن هندي، ويصل بن مقارع مع سرية. يا مرحبا يا سرية، وصلت سرية مشاهدينا الأفاضل. سرية نعم ولا سرية، لما سرية ولا سرية، ما شاء الله تبارك الرحمن. علي بن حمد بن مقارع راعي هباش، راعي يا سلام، راعي العديد والعديد ما شاء الله تبارك الرحمن. نعم هذا شعار، نعم شعار الشوط الأول للقاية. ها هو يصل على مستوى المركز الثالث، ولكن بنروح مع فن 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 مع مقدمة هذا الشوط. انتهز الفرصة يا ابن سنيد، انتهز الفرصة يا ابن سنيد، روح يا ابن سنيد روح. فن مع المركز الأول، راشد بن سالم بن حمد آل سنيد. وصلك راعي الرموز، وصلك راعي الأمتار الأخيرة. علي بن حمد بن مقارع يقدم لنا سرية ولا سرية، الاسم اللي تبيه يا أبو حمد، ما شاء الله تبارك الرحمن. الله، فن 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 فن، ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله يا أبو حمد، ما شاء الله، يا سلام. اللهم صلي على محمد. هذا السبق وإلا فلا، الأداء جميل والشكل أجمل، ما شاء الله ما شاء الله. نعم مشاهدينا الأفاضل، هذا هو شعار أبو حمد، دائما وأبدا يقدم لنا المفاجآت، يقدم لنا الجديد. الله يسعد مساك يا أبو حمد على هذا الناموس وعلى هذا الأداء الجميل وعلى هذا العرض، ما شاء الله تبارك الرحمن. إذا سرية لعلي بن حمد بن مقارح يا صاحبتي ناموسي هذا الشوط الأول للمركز الثاني. وصلت في فن لراشد بن سالم بن حمد السنيد المركز الثالث، الدوحة لحمد بن خالد بن حمد بن هندي الدوسري المركز الرابع، وصلت على المركز الرابع برقدار جار الله بن حمد بن جهويل المركز الخامس.
وصلت فيه مثايل لراشد بن محمد بن ناصر بن لخن، وها هي سرية تأتي بكل فخر وبكل اعتزاز، قاطعة مسافة 6 كيلومترات في زمن مقدارة 9:24 49 جزءا من الثانية. تهانينا مرة أخرى لعلي بن حمد بن مقارح، نهنيه على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار.